أهلاً بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة في تغريدات له على تويتر أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكري، مبيناً أن قطر تتحمل التصعيد العسكري بإحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة إلى أرضها. هذا ووصف وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة الأحد تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع قطر بالخاطئ. قال مراسل أخبار الآن إن فصائل من المعارضة المسلحة قتلت أبو هاشم الرفاعي أمير تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك الواقعة غرب محافظة درعا جنوب سوريا. قتل الرفاعي يأتي بعد أقل من شهر على تعيينه قائداً للتنظيم في درعا، وذلك عقب مصرع أبي محمد المقدسي القائد السابق لداعش في الجنوب، والذي قتل في غارة جوية لقوات التحالف الدولي في 8 من الشهر الجاري في بلدة الشجرة في درعا. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة السيطرة على حي القادسية غرب محافظة الرقة معقل تنظيم داعش، بحسب بيان نشرته قوات سوريا الديمقراطية على حسابها على تيليجرام. وأوضح البيان أنه تم تحرير الحي بعد اشتباكات عنيفة جدا دامت 3 أيام تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من قتل عدد كبير من داعش. بدأت القوات العراقية ببث نداءات عبر مكبرات الصوت باتجاه المدينة القديمة بالموصل، خيرت فيها أفراد داعش بين الموت أو الاستسلام. وكانت القوات العراقية أعلنت الأحد أن المدينة القديمة بالموصل لم يتبقى منها سوى نسبة أقل من 1%، مشيرة إلى قرب تحريرها بالكامل. قال الجيش العراقي في بيان له إن قواته صدت موجة هجمات كبيرة شنها انتحاريون من تنظيم داعش خارج الموصل القديمة، واستهدفت الهجمات حي التنك في غرب الموصل القديمة والذي يعد آخر معقل للمتشددين في المدينة. قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأفغانية إن منطقة تورا بورا في إقليم ننغرهار شرق البلاد تم تطهيرها تماما من أفراد داعش. وقال طارق شاه بهرامي القائم بأعمال وزير الدفاع إن داعش تكبد خسائر فادحة في العملية التي قامت بها قوات الأمن مؤخرا. الموجز. إلى اللقاء.